فازت لائحة النهضة الصناعية بالتزكية برئاسة نعمة فرام لمجلس إدارة جديد لجمعية الصناعيين خلفا للمجلس السابق المنتهية ولايته. تقرير باسل الخطيب. بعد أسابيع من الأخذ والرد للتوصل إلى اتفاق لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين تفاديا لحصول معركة، انسحب المرشحون المنفردون الثلاثة لتحسم العملية الانتخابية لفوز لائحة النهضة الصناعية التوافقية التي يرأسها نعمة فرام وتضم 23 عضوا من كافة القطاعات الصناعية. الصناعيون اجتمعوا في فندق متروبوليتان سن الفيل، وبعد اكتمال النصاب وحضور النصف زائد واحد من الأعضاء المنتسبين أي 291، افتتح الجمعية العمومية وزير السياحة فادي عبود بصفته الرئيس السابق للجمعية بحضور وزير الصناعة إبراهيم دديان، وتم تلاوة التقريرين السنوي والمالي، وأعلنت لائحة النهضة الصناعية فائزة بالتزكية. وبعد التقاط الصورة التذكارية أكد فرام أنه بخدمة كل صناعي يسعى لخلق قيمة مضافة. شعار اللائحة الفائزة هو شوف لبعيد، وقال فرام في حديثه لأخبار المستقبل عن أولويات هذا البرنامج إنها تتمثل بالتركيز على إنشاء المدن الصناعية النموذجية التي ستؤدي إلى استقطاب رؤوس أموال كبيرة. كل البرنامج بدنا نركز عليه، ولكن في شغلة عزيزة على قلبي كتير، هي المدن الصناعية الجديدة. المدن الصناعية الجديدة كتير مهمة، النموذجية يلي بواسطتها بتأمل نستقطب رؤوس أموال كبيرة. وشو التحدي اللي بتلاقيه عم بواجه القطاع الصناعي اليوم؟ في تحديات كبيرة. الأرض الصناعية أول تحدي ببرمتي على الصناعيين، بيان معي بالفعل أنه الأرض الصناعية مشكلة كتير كبيرة. ممنوع الصناعي ليتوسع يدفع 600 و700 دولار بالمتر، لازم ندفع 20 و30 دولار، ممنوع ندفع أكثر. خدمة الضمان، خدمة الضمان مش مقبولة اليوم مثل ما هي. الصناعي هو اللي عم يدفع كل آخر شهر عن الضمان للضمان عن كل موظف عنده، والعامل الصناعي عم يقبض بعد سنة ونص كلفة الطبابة تبعه، وهذا شيء مش مقبول. أما عما ستقوم به الجمعية الجديدة لحماية الصناعيين أوضح فرام: هذا موضوع شائك، بدنا ندرسه مظبوط، لأنه كل ما بنطلع بدقة على الجمرك، بس بدنا نعرف أنه نحن عم نتعامل مع هالموضوع، في صناعيين نخدم صناعي ما بدنا نضر صناعي تاني. وبعد إعلان اللائحة اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب نائبي الرئيس وهما زياد بكداش ونقول نحاس والأمناء وهيئة المكتب.